بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا سجدت فأنا أعرف أن الدعاء مستجاب فأخشع، وإذا قرأت القرآن في الصلاة فأنا أسمع الآيات العظيمة فأدمع، لكن بماذا أحس إذا أردت أن أركع؟ لا أدري. نعم، كثير من الناس يخشع بالسجود وفي دعاء القنوت أو عند قراءة القرآن يتحرك قلبه، لكنه لا يستطيع أن يتصور شيئا يحرك الخشوع في الركوع. لو فهم الواحد منا الركوع لعرف مذاقه. أحد المقربين إلي يقول: كنت أركع ولا أحس بشيء، فلما عرفت كل هذه المعاني التي في الركوع أصبح الركوع كالحلوى اللذيذة. إحدى الأخوات التي شاركت في الاستبيان مرة بعد أن أقمنا دورة كيف تتلذذ بالصلاة تقول: أصبحت لا أشبع من سبحان ربي العظيم. ما أشبع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ما أشبع. أعرف أحدهم يقول: إذا ركع كنت أراه يطيل. سبحان الله، كل إنسان له رغبات وحاجات يومية لا بد أن يشبعها. انتبه معي، بماذا تحس أثناء الركوع؟ كل واحد منا له رغبات وحاجات يشبعها في كل يوم، فإذا أشبعها ارتاح وسكنت نفسه. حاجات مثلا يكون مع أبنائه وأسرته لفترة من اليوم، هذه حاجة. حتى لو دخل وجد أبناءه نائمين يدخل إلى غرفتهم ويقبلهم وهم نيام، لماذا؟ لأنه محتاج لأن يشبع هذه الرغبة، حاجة عنده، حاجة لأن يكون محبوبا، فيرغب في كل يوم أن يسمعه أحدهم كلمة حلوة من أي أحد، حاجة. لأن يجلس لوحده أحيانا، حاجة. يحتاج أن يكون في المنزل من ينتظره ويشتاق إليها، متى تأتي، هذه حاجات. ويرتاح الإنسان فقط إذا أشبع هذه الحاجات، فلربما يجد في نفسه يوما من الأيام توترا، يكون متضايقا، يزعل لأتفه الأسباب، يغضب بسرعة ولا يدري لماذا. لماذا أنا هكذا؟ السبب أخي الكريم أنك لم تشبع حاجة من تلك الحاجات، هذا هو السبب. طيب، أتدرون ما هي أعظم حاجة عندك؟ أعظم حاجة، أتدري ما هي أعطش رغبة في روحك؟ إنها حاجة العبادة، هذه أعطش حاجة عندك. والناس عبدوا كل شيء ليشبعوا هذه الرغبة، أشياء غريبة. الناس يعبدون أي شيء يجدونه فقط ليرتاحوا، مثلا يقدسون الماء، ربما تجدهم عند أصنامهم لهم طقوسهم الخاصة، يضعون هذه الأشياء في الماء للتبرك وغيره، يسمون النهر المقدس، وعندهم أشياء غريبة بعد الوفاة، ميتهم يقومون بإحراقه ثم يضرون رماده في ذلك النهر تبركا، حتى أنهم يحبون اغتسال به ويطولون شعورهم لذلك، يتبركون بهذا الماء، ماء، يعبدون ماء، ذله وخضوعه وتعظيمه لماء. وبعضهم يفعل ذلك مع أفعى، تخيل معبد للأفاعي، يقدسون الأفعى ويتبركون بها ويلقون عندها الأشياء الثمينة ويستخدمون الأجراس وغيرها، حتى يقال في هذا المكان الأفعى تدخل في كل مكان ولا أحد يتعرض لها، حتى أنها تدخل البيوت وتدخل المنازل، وبين الأطفال يصاب من يصاب ويمرض المسكين، في النهاية يكون باطل. يضربون الأجراس في ذلك المعبد، معبد الأفعى، ويسمحون لها الدخول في كل مكان، أصابت طفلا، أصابت كبيرا صغيرا، هم يقدسونها ولا يكلمونها، وكل أنه جرس في ذلك المكان. بعضهم يعبد أصناما ويقدسها، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ومع ذلك. والمشكلة أنهم يتعبون في تجهيز هذه الأشياء. أخي الكريم، أنت تحتاج في كل يوم أن تشبع من عبادة إلهك، فكما أن لكل إنسان رغبة أن يعزز بمنصب أو سلطان، فإن له رغبة أيضا أن يتذلل إلى أحد يحبه، يحتاج أن يتذلل، ولو كان من كان من عظيم أو شريف أو كبير، لابد يحتاج أن يتذلل إلى أحده، يحتاج أن يتذلل. وقد كان الناس ينفون من تذلل لبعضهم البعض، فصرفوا حاجات العبادة إلى ما حولهم من المخلوقات، فصاروا يعبدون أي شيء ليشبعوا هذه الحاجة. وأنت يجب أن تشبع هذه الحاجة،
ولن يشبع منها أحد مع أي إله أبدا إلا مع الله، ولن يرتوي أحد من هذه الحاجة تماما في هذه الصلاة إلا في صلاتنا نحن التي هي حقا عبادة، والركوع جزء من ذلك. تابعونا بعد الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسم الله وأتلذذ بالصلاة أنت محتاج لأن تشبع من العبادة، والركوع يعطيك ذلك. الركوع فيه تذلل عجيب، حتى أن العرب كانت تأنف من الركوع. يقول حكيم بن حزام: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا أخر إلا قائما. يقول أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع، لما في الركوع من تذلل شديد، فأراد حكيم بن حزام ألا يركع، وأنا واقف أسجد على طول. ولهذا إذا ركعت فأشبع نفسك تماما حتى ترتوي. أنت محتاج للعبادة، أن تعبد لكي تشبع حاجاتك حتى لا تتوتر بعد ذلك. الركوع يعطيك ذلك. إذا ركعت استشعر شيئا من ذلك، لا شك أنه سيصبح للركوع طعم آخر. قل سبحان ربي، لاحظ كلمة ربي، الله هو الذي رباك، رباك، رباك تربية، ما رباك إياها لا والدك ولا والدتك ولا غيرهما. هذا الثوب الذي عليك الله هو الذي وضعه على كتفك. في أحد منا الآن لا يجد طعاما؟ طبعا لا. أخلاقك الطيبة هذه الله الذي رباك فزرعها فيك، وإلا فليس لك من الأمر شيء. وجهك الذي ليس مشوها ولا محترقا وليس بدميم، من الذي رباه لك؟ من الذي ربى هذا الوجه لك طوال هذه السنوات منذ أن كنت طفلا حتى صار بهذا الشكل؟ الله سبحانه وتعالى رباك أحسن تربية. انظر كيف أن البعض يدافع عمن يحب، فأنت كذلك تقول سبحان ربي، تدافع عن ربك. التسبيح تنزيه كما ذكرنا، يعني هذا ربي ما منزه، أبعد عنه كل نقائص، ما أرضى عليه أن يمس بكلمة ولا بلفظة. سبحان ربي، ما أرضى أن يعصيه أحد. في كل يوم أسبحه فأقول سبحان ربي. والرب هو السيد المطاع الرازق المتكفل، يعني مثل ما أن الأسرة متكفل يحضر حاجاتها يسمى رب الأسرة، فأنت ربي، أنت ربي الذي تتكفل بي لتعطيني حاجاتي، حاجاتي من يعطيني إياها غيره؟ آمالي لي آمال عندك، والتي سوف تذكرها بعد ذلك في الركوع. فأنت تعظم الرب أولا، تستشعر كأن قلبك يقول له أنت عظيم، أنت العظيم، كأن قلبك يقول هذا، وألفاظك ألفاظ شرعية نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سبحان ربي العظيم. يقول ابن القيم في شفاء العليل: يرجع جاثيا ظهره، يعني المصلي يرجع جاثيا ظهره خضوعا لعظمته سبحانه وتذللا لعزته، مسبحا له بذكر اسمه العظيم، وقابل تلك العظمة بذلك الذل. وعليه أن يقابل الانحناء والخضوع، وأن يقيم ذلك الأمر على أتمه. قد طأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه سبحانه. يقول ابن القيم: فهو ركن تعظيم وإجلال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ما أحلى كلامك يا ابن القيم. أي والله، من عرف الله عظم الله بقلبه، فكلما امتلأ القلب محبة بالله امتلأ تعظيما، حتى أن القلب يصل إلى أن يعظم كل ما يحب الله عز وجل. كل شيء يحب الله عز وجل أنا أعظمه. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول ابن القيم: وأدبه في الركوع أن يستوي ويعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه، ويتضاءل المصلي ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء أمام تلك العظمة. هذه كلها استعدادات للسجود الذي هو محل الدعاء، وإلا فالركوع لا دعاء فيه، بل فقط تعظيم وتسبيح. يقول المقيم في شفاء العليل: وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود وكالتوطئة، يعني التمهيد له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل. وإذا استشعرت هذا كل يوم أكثر من 17 مرة، أنا عندنا 17 ركعة في اليوم هذا الفريضة،
لابد أن تزيد محبتك لله، سوف تحبه أكثر، لابد. وإذا أحببته أكثر فتأكد أن الله أكرم منك بكثير، فإذا أحببته فسوف يحبك أكثر ما أحببته. تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، تعرفون الحديث. وتخيل أنك تخرج من الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، تخيل، فإذا الله قد أحبك، من الذي يمكن له أن يضرك؟ من يمكن أن يؤذيك؟ أصلا ماذا تريد من الخلق إذ أنت تمسي وتصبح والخالق يحبك؟ ولهذا فقد كان السلف رحمة الله عليهم يطيلون هذا الركن شديدا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في قيامه ما يقارب الخمسة أجزاء. تخيلوا، يصلي مع أحد الصحابة فيقرأ ما يقارب الخمسة أجزاء، ثم يركع ركوعا مدته قريبة من مدة قيامه. كم تأخذ وقتا حتى تقرأ خمسة أجزاء؟ عن مسلم المكي قال ركع ابن الزبير يوما ركعة، يعني كان هذا مسلم جالس وعبد الله بن الزبير يصلي، يقول فركع، ركع ركعة، يقول فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. قصة جميلة ذكرها ابن الجوزي في صفوة الصفوة، يقول أبو مالك العابد صلى نهاره أجمع، أحد العباد اسمه أبو مالك، يقول صلى نهاره أجمع، يعني طوال النهار يصلي، قال وليله أيضا، حتى وصل إلى مرحلة يقول بقي راكعا لا يقدر أن يسجد، فلما انتهى رفع رأسه إلى السماء ثم قال قرة عيني، تقر عيني بهذه العبادة، ثم خر ساجدا. يقولون فسمعناه يقول وهو ساجد إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك، كيف ابتعدت قلوب الخليقة عنك، يقصد يعني كيف ما يذوقون هذه اللذة كلها، إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك. والله من عرف طعم الركوع عرف أن الأمر أعظم مما تتصورون وأعظم ما تتخيلون. أسأل الله أن يذيقنا لذته التي هي غافلة عن كثير من الناس. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة.